عطر الملكة. العلماء يصلون لأهم أسرار حياة كليوباترا. تمكن مجموعة من العلماء من فك شفر رائحة العطر الذي يقال أن الملكة كليوباترا كانت تستخدمه. العطر الذي كتبت وصفته في النقوش المحفورة على جدران المعابد قيل أن صانع العطور تمكنوا من التوصل إليه بعد تسخين الزيت لمدة 10 أيام قبل نقعه في الأخشاب. وقال الباحث شون كوجلوين من الأكاديمية التشيكية للعلوم كان هذا لغزاً كبيراً بالنسبة لنا. وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN، فالعلماء أصبحوا اليوم قادرين على فك رموز الروائح السابقة بدقة أكبر من خلال عدة تقنيات يسمح بعضها بدراسة البقايا الموجودة على زجاجات العطور بغرض إعادة تركيب رائحة العطر من جديد. وخلال السنوات الماضية كثف علماء جهودهم لإعادة تركيب عطر كليوباترا، وكان من بينها ما فعله الخبيران روبرت ليوتمان وجايس الفرشتاين عام 2019. ومنذ عام 2009 قام ليوتمان بالتنقيب في موقع تل التيماي الذي يحتضن بقايا مدينة ثموس القديمة التي شهدت ازدهارا بين القرنين الخامس قبل الميلاد والثامن الميلادي. وكانت ثمويس مركزاً رئيسياً لإنتاج العطور من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث ميلادي، حيث اشتهر عطر يدعى مندوسيان. عام 2014 صادف الفريق مجمعاً كبيراً للأفران ارتبط بتصنيع زجاجات العطور. وعند وصفه لرائحة العطر قال ليوتمان إنها دافئة وغنية وحلوة وتتميز بنكهة خفيفة من القرفة